كان كنبيعوا هذا الشيء ديال الشعارات ديال فلسطين وهاد الرايات وكذي، الهم ديالنا ماشي هو الارباح ولا اننا بغينا نديروا لاباس، حنا الهدف ديالنا هو بغينا نبينوا الهويه ديال فلسطين ونبينوا الثقافه ديال فلسطين ونبينوا للعالم بان حنا كاينين مع فلسطين ومضامنين مع فلسطين وحنا فلسطينيين اصلا، ماشي حنا عرب ومسلمين فلسطينيين اصلا، وحنا مع خوتنا فلسطينيين وحنا بالبيع ديالنا لهاد المنتوجات وهاد الشيء. الهدف ديالنا هو التعريب بالقضيه الفلسطينيه، مشروع تاع الرايه الفلسطينيه تبان في العالم وتبان في جميع انحاء العالم باش كلشي يعرف بان راه كاينه دوله فلسطين وما كايناش حاجه سميتها اسرائيل ابدا، لان اسرائيل فقط هي شعب محتل، هي دوله محتله فقط، والاصل هو الدوله الفلسطينيه الاصيله العريقه. بالنسبه لي شي واحد ما عندوش، حنا كنبيعوا اصلا حتى من رمزي، حنا الارباح ما عندناش واحد، الارباح قليله بزاف، فهمت؟ حنا الاهم عندنا وهو ان كما قلت لك نبينوا الهويه والثقافه ديال فلسطين، فهمتي؟ هذا هو الاهم عندنا. الا جيتي نقول لك مثلا هذه الرايه بشحال طايحه علينا، جايه من كازا، هذه بشحال طايحه علينا؟ ب7 دراهم ونص، يلا حنا كنبيعوها ب10 دراهم، وكاين اللي كنعطوها بديك 7 دراهم، وكاين اللي كنعطوها ب5 دراهم، فهمتي؟ راه ما كاينش، يعني حنا الاهم عندنا هو اننا نبينوا بان العالم الفلسطيني بان في العالم، هذا هو الاهم عندنا من هذا الشيء كامل. حنا المرضي ديالي كنتعاونوا مع اخواننا في فلسطين، دابا هاد الشيء هذا واخا كنبيعوا واخا ايوب كنديو فيه واحد البركه قليله، وكنبيعوا تقريبا بالثمن الجمله ديالو، فهمتي؟ حنا دائما سينا كتعرفنا خا ايوب، مره في سيطوان، مره في كازا، مره في المهم المغرب كامل، فهمت؟ دابا هاد الشيء هذا حنا اللي كنعطيو الناس كاملين باش يكثر العالم فلسطيني، فهمت؟ حتى الوقافات يكبروا، فهمتي؟ بنادم كيتجمع في الوقافات وهذه، حنا مزيان هاد الشيء هذا. من واحد الناحيه عاود كيجي بنادم بوري ما عندوش يخصو يمشي اخر درويش مرا كبيره ولا هذه كيبغي يمشي خصو شي حاجه، كنعطيو له من عندنا، فهمت؟ كنتعاطفوا معاه من عندنا. الهدف ديالنا خاي ايوب هي العالم الفلسطيني ينتشر في العالميه، فهمتي؟ هو الحمد لله بلا ما هو عالمي مع عند الله، فهمتي؟ حنا كنزيدوا النشره، كنتساروا به المغرب كامل، ضروري كاين الاقبال تبارك الله. شوف شحال الناس هنايا كنساهموا في هذا الشيء، راه دا يدور ان شاء الله المغرب كامل والعالم كامل، فهمت؟ وهاد الثقافه هادو الاخوان ديالنا الفلسطينيين، وعاد كنبيعوا واحد اسمينا مناسبين، فهمت؟ تا كليان كيجي الثمن عادي، ماشي خساره في هذه الرايه هذه. بصح حنايا كنساهموا في هذا المدارس، ماشي هذا المدارس، قول هذه المسيره المغرب كامل كنساهموا اثمنه مناسبين اخا ايوب، فهمت؟ باش الدور الثقافه الفلسطينيه اخا، حتى الاطفال صغارين اخا ايوب كيفرحوا ملي كيشوفوا هذه الرايه هذه، عندهم عزيزه تبارك الله.